وقت المالكي يجي اللقاح محمد حليله بيت بيت يطفط وماشي اشوف عينك. يا علي صار له ساعتين يا اخي. احنا قبل يجي نعم بس مو هيك مرض ما هيك يعني. هذه قامت تترول قامت لسانها يقع اسطورها الحليب هسه حليب ماكو اسطورها قامت تسدد يعني شيء ما يسولف يعني. قلت لك لو ما عيب العالم طلعت تبكي لان هذا حلال هذا الكبد يقولوا له هذا ابن عن جد ضحك على الخانات وين فرقه الخانات. على اغلبيه المحافظات احنا يعني من هنا المحافظه الشماليه احنا نورد لها حليب جمس من عندنا. كنا نورد 125 طن تقريبا 130 طن يومي نورد. هسه عامه كنا لحق ما عاد نورد 20 طن ما عاد يطلع منه من وراء المرض وقله الاعلاف ما عاد نقدر عليها. العلف اصبح غالي علينا اليوم. والله باقي الفترة من جانا البرد ضخت الحمى القلاعي على الحلال كله وصاب عندنا كل الجماسين ناحية بادوش صاب عندها الحمى القلاعي وكل خان يعني يومية زدت الاثنين ثلاثة صغار أو كبار يعني خلط. حبل وين أربعة ذني خمسة سنين أشوهين أرسلنا طلب عاجل إلى دائرة البيطرة في وزارة الزراعة العراقية. طلبنا منهم تجهيزنا بدفعة من اللقاحات دفعة طارئة لغرض تلقيح الحيوانات الموجودة في هذه البؤر المرضية وإن شاء الله تصل هذه الوجبة من اللقاحات خلال الأيام القادمة.